بسم الله. هنعمل مع بعض النهارده صدور البط المخليه. انا غسلها كويس بملح ودقيق وليمون وسكر وميه، نقعهم كويس وبعد كده اشطفهم كويس ومصفيهم كويس. لازم تصفى كويس، اي طيور لازم تصفى كويس. قبل ما نبتدي الفيديو هنعمل وصفتنا النهارده شوربة صدور البط المخلية، ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبتدي الوصفة ما تنسوش لو اول مرة بتشوفونا لايك وشير سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والكومنت الحلو بتاعكم. هنعمل النهاردة شوربة صدور البط المخلية بالروزميري، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. اول حاجة معايا ايه؟ معايا محل على النار، معايا زبدة، عايزاها هتسيح وتسخن. هنزل بالصدور على ناحية الجلد، هديها تشويحة حلوة، نعلي النار شوية. Thank you.
فضلت عندي هنا كده تشويحه من الناحيه دي، هقلبها بقى الناحيه الثانيه. معايا روزميري، ملح، فلفل اسود، رشة سكر بسيطة، معايا البصلة اديها تقريبا كده مع الحاجات اللي انا حطيتها دي، ومعايا ورق لورا هحطه دلوقتي. نضيف لها ميه، اول ما تغلي اسيبها على نار هاديه خالص واوطي عليها واسيبها مع نفسها كده، هتاخد معايا ساعه الا ربع، مش هتاخد وقت كتير. اول ما تغلي هوطي عليها زي ما قلت لكم واسيبها على نار هاديه، بعد ما تستوي ان شاء الله نقدمها مع بعض. زي ما قلت لكم هتاخد ساعه الى ربع على حسب حجم صدور البط ان كان كبير او لا، فانا هخلصها ونقدمها مع بعض ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. خلصت صدور البط المسلوقه بروزميري، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير، سبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والكومنت الحلو بتاعكم. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم.